يلا باس تمشي؟ باس باس تمشي باس نظارتك لانه شيء ايه ايه خلني بس روق برنابيو مرتين ليش؟ ملك والله الريال مريت سيراميكا رامون رامون اي شيء يا زلمه فينيسيوس قاعد اقول لهم لا والله زين بلنسيا 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 هذا لك بلنسيا هذا ويانا بالنهائيات روح ذاكر عنه انا انسحب وخلي واحد اثنين يروح حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في كل مكان ونهائي سلطنه نهائي سلطنه عمان بين الاكتشاف الجيد والجديد والوجه الجديد في عندي فاهمين ابراهيم فاهمين مره اخرى يا مرحبا ونهائي السلطنه مسؤوليه كبيره نهائي حار جدا والله احاول اني اكون قدم لي علي الخصم اعتبره صراحه اسطوره في المعلومات الرياضيه نعم فمقالك كابتن خليل انا اضغط عليك حاليا واقول لك لو هزمتك راح يكون ضغط كبير عليك والله من الجمهور. معلقنا صاحب الصوت الشجي خليل. مرحبا يا مساعد. حياك الله. ما اشوفك واضح قاعد تتراجع ورا بالكرسي. انا حقيقه يعني انا الاول مره اكتشف ابراهيم احييك وللامانه من كل قلبي يعني اللي يروح النهائي فانا حاليا مطمن ان اللي راح يمثل السلطنه ان شاء الله عنده معلومات رياضيه عكس اللي قبل شوي. أو في الدور نصف النهائي اللي كان قاعد هني يعني سعيد جدا حقيقة بوجود إبراهيم معانا ونتمنى إن شاء الله إن احنا نقدم حلقة مثرية لبست النظارة هالحلقة لا بعد شوي بس تفسخ أبي أطمن على الكادر أوكي ممتاز ندخل بشكل سريع عشان نعرف من هو بطل السلطنة الفقرة الأولى فقرة ماذا تعرف السؤال الأول إبراهيم اذكر انتقالات الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أندية التوب 6 فقط أوكي. سواء وقع مع النادي أو طلع من النادي أوكي هذا الموسم أوكي تفضل كوليبالي ميندي بوليزيتش أسبيليكويتا ديكلان رايس روبرتو فيرمينو فابينيو أونانا كانتي نص الفريق الآن مين بوليزيتش ذكر سترايك 1 ماكليستر باس 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 محرز نيفيز روبن نيفيز روبن نيفيز راح للهلال ايوه بس طلع من ولفرهامبتون هو يعتبر من ديت 6 سترايك 1 ابراهيم 3 2 صح 1 سترايك 2 خليل غوارديول 3 2 1 سترايك 3 والنقطة الأولى تروح لإبراهيم خصم شرس خصم شرس دير بالك نبدا عند خليل اكثر الانديه صرفا من عام 2010 حتى الان ابي اول 15 نادي فقط مانشستر يونايتد اوكي مانشستر سيتي برشلونه ريال مدريد باريس سان جيرمان بايرن ميونخ ما في سترايك 1 ابراهيم تشيلسي ليفربول ارسنال اتلتيكو مدريد توتنهام اي سي ميلان لو موجوده كلها اعارات مع أحقية شراء مع أحقية شراء صح يوفنتوس انتر ميلان ثلاثة اثنين واحد سترايك 1 خليل نيوكاسل نيوكاسل خطأ سترايك 2 باس 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 روما أيوة هذه تعليق خليل الحين لازم تخليل تعليقه روما إبراهيم اوكي احنا ذكرنا مانشستر يونايتد خلاص سترايك 3 ابراهيم من النادي من النادي موناكو لا ما يجي في البال اساسا السؤال اللي بعد اذكر مدربين دربوا انديه لندن عبر التاريخ انا فيني نشله شويه فما علي لندن ما قاعد اقولها صح دربوا انديه لندن اوكي ارسن فينجر اوكي ارتيتا ايمري مورينيو بوتشينو كارلو انشيلوتي ايوه ثلاثه اثنين واحد سترايك 1 ماتا سترايك 1 باتريك فييرا سوري باتريك فييرا كريستال بالاس بينيتيس خولت ماتا منو باتا اللي فاز بدور الابطال في اسمه باتا كلش مي الاصلع اي بس مو باتا كلش ثلاثة اثنين
واحد سترايك تو. دي ماتيو. دي ماتيو. هو هذه أسست هذه مرة. باس. باس. طلعت الحين. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك ثري، يقلب الطاولة سريعاً بمشاري وتصير اثنين، واحد. السؤال اللي بعده، اذكر قائمة مانشستر يونايتد موسم 12-13، آخر موسم للسير. 12-13؟ نعم، اللي هو آخر موسم حق سير أليكس فيرغسون. نبدأ بسمولينج. باتريس إيفرا. تيفيز. انتقل. طلعوا من زمان باليوفي أتوقع أني حزتها. سترايك وان خليل. روني. ويلفريد زاها. موسم اللي وراء راح للأسف. سترايك تو خليل. ديخية. روبن فان بيرسي. ناني. إيفنز. إندرسون. رافائيل. براون. سترايك وان إبراهيم. غرباتوف. نروح باس. 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 جيكس. سكولز. فيديتش. ويلباك. ريو فرنيناند. أيوة باكج. روني. ذكر سترايك ثري يا خليل ويعادل. جيمي كاراجر. كارك. السؤال اللي بعده والأخير في ماذا تعرف، باستثناء لاعبين البرازيل والأرجنتين، اذكر لاعبين حاليين من أمريكا الجنوبية أو الشمالية. كيلور نافاس. أوكي. لويس سواريز. موزليرا. كافاني. جودين. جودين اعتزل. سترايك وان. نزل قبل ثلاثة أيام. جودين طول شوية. يمكن متردد هو اللي جاي. أخي والله. نزيل رجع الفار تصل فيه. دياز. كاريا. يلا. باس. باس. نظارتك لأنه شيء. إيه خلني. أوكي خلنا نقول فالنسيا. الفالنسيا الثاني. فالنسيا الثاني تفضل. والله خليل. خليل. لين وصل الصبارة. لا والله لا. باس. اثنين. واحد. سترايك وان خليل. نونيز. ويا. جورجويا؟ لا ولده. جورجويا شنو هذا؟ جورجويا ليبيري. اي صح دخل جنسيه ولده امريكي. اوكي صح صح صح. فالفيردي. بوليزيتش. ثلاثة اثنين واحد. تيم هوارد. سترايك تو. سيرجينيو ديست. ماكسويل. ماكسويل مو صح ماكسويل. سترايك ثري وتنتهي بقرة ماذا تعرف بتفوق خليل؟ طفيف تفوق طفيف. 3-2 عطى الحين فابوس يا محمد. من يحب رونالدينيو فيكم؟ من ما يحب رونالدينيو؟ حلو صح. انت اول واحد جاوب. تفضل تشيخ رونالدينيو. اتمنى اثنيتهم. اتمنى هذا مع ميلان. اتمنى شوف هو احمر وابيض. ابو سروال اعطيك العافيه. تستاهله والله تستاهله. ابو سروال بعطيك اياه. برازيل بعد ابو سروال ترى. هذا مانشستر يونايتد. لا جيرارد. الله درب الاتفاق حاليا. عرفت ايش تيشيرت اسطوري لهذا ليفربول. اسطوري لجيرارد اصلا. اوه اللي ساحر اللي غير كره القدم عند كثير من الجماهير. هذا اول جيل انا تابعته للبرازيل صراحه. العرب تاثروا باللاعب هذا كله فعلا. فيعطيكم العافيه. ملبوس العافيه. شكرا بابوس. نعم. دوب اسمع الخبر تكفى. مع بنك الكويت الوطني الحين تقدر تفوز برحلة لنيويورك حلم حياتك عذبي 6 ليالي مع مرافق عشان تجرب طبخ شيف عالمي. اسمع الرحلة. تذاكر طيران بزنس انت والمرافق اللي معاك. خدمة الاستقبال والمساعدة بالمطار. Greet and Meet مع توفير سيارة خاصة لك للتنقل. الإقامة فندق 5 نجوم وهدية ترحيبية. الهدية حقي من حين أقول لك. وتجربة طهي خاصة يقدمها أحد مشاهير الطهات. عجبتني الطهات. وعشاء خاص بمطعم الشيف. ويسوولك تور بمدينة نيويورك كلها مع معالمها. يعني حلمك تحقق يا عزبي. روح. وعشان لا تقولي فلست. مصروف يومي $250 أمريكي أنت وأنا. خلاص؟ الحين شلون أفوز؟ كل اللي عليك تسجل بالموقع الموجود تحت بالوصف وتصرف من بطاقات فيزا الوطني الائتمانية المؤهلة حتى مسبقة الدفع. كم نادي أخرج ريال مدريد في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. 4 5 6 7 10 11 15 أوف والله 16 تفضل. 16 يروح. وقت 3-2-1 جو. اوكي بايرن ميونخ. تشيلسي. انتر ميلان. اي سي ميلان. برشلونه.
اياكس برشلونه طلع اللي يقول لي يعني آه اوكي سلتك يوفنتوس ايندهوفن اوكي حلف تبديل دورتموند دورتموند كم باقي 10 انت قلت باقي 6 والباقي 9 في وايد اجابات غلط قلت وش الاجابات غلط سلتك سلتك غلط سلتك ابن في تاريخ ابن في تاريخه يعني ما متوقع معلومه سلتك لكن المتاكد منه معلومه برشلونه برشلونه ما طلع صح طلعهم برشلونه طلع بعدين نص نهائي بس ايش سوى فيهم بالبرنامج اه صحيح 2011 صح 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 ونقطه تروح لي خليل بس حلو السؤال بس كابتن لا تكثر ريال مدريد شيء ساعه تشيلسي ونعرف انه يطلع تشيلسي كثر ريال مدريد بس من الجانب الايجابي كم اسم نادي او لاعب او مدرب بحرف الراء تقدر تذكر في 30 ثانية إبراهيم ثلاثة كلهم شي ميكس نادي ولاعب ومدرب أيوة نادي ولاعب ومدرب نادي ولاعب ومدرب مفروض تبدأ من 30 هو بدأ 30 أنت قلت ثلاثة أنت قلت ثلاثة خمسة ستة تسعة عشرة 12 13 15 تفضل ايش اصعد يا خليل كسر رقم الاشكالاني يا رجل سؤال سهل كم 16 ايوه 3 2 1 جو رافا بنيتيز روبن رينجرز رافائيل فاران رونالدو ريفالدو رومارينيو روماريو ريناتو شانسيز ريفالدو ذكر بس يلا ريال مدريد وريال بيتيس وريال مايوركا وروبرتو كارلوس انت بس لاق لاق ايه لاق هذا لاق 5-2 تصير ونروحك سؤالي اللي بعده كم اسم لاعب افريقي سبق وان لعب في نهائي دوري ابطال اوروبا تقدر تذكر في 30 ثانيه يا ابو مشاري واحد اثنين ثلاثه اربعه ستة الفخ الأعظم ستة أقل سبعة تفضل تفضل يا الله يا خليل والله عرفت كيفتي والله ثلاثة اثنين واحد جو أوكي خلنا نقول إيسيان خلنا نقول جورج ويه سامويل إيتو ديدي دروغبا اونانا باكزين يحيى توري نابي كيتا اوكي كيتا مال مال برشلونه لاعب برشلونه صح سامويليتا ذكرته العرب يا كابتن العرب انتهى الوقت صلاح محرز باجر اوكي هو قال سبعه صح المزايده سبعه بس هو قال ايه توري وانا قلت له غلط لا لا يا يعني ترى اذا صح تنحسب النقطه له يا يعني ترى لاعب مع برشلونه 2009 صح لاعب مع النهائي اللي مال 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 لما ميسي لما ميسي هو لاعب اي لاعب مع روما ايوه قال يا ترى قلت يا ترى ايوه تاكد 2009 نهائي روما برشلونه ومانشستر انا متاكد يا ترى لاعب اوكي بعد ما رجع للفار صفت بق حق ابراهيم برافو عليك نقطه لابراهيم يا ترى لاعب امام مانشستر في نهائي روما 5-3 ونروح حق السؤال اللي بعده كم اسم لاعب لاتيني حقق الدوري الانجليزي تقدر تذكر في 30 ثانيه يا خليل لاتيني يعني امريكي جنوبي ها عند المزايده ابراهيم ببدا عندك اسف قول واحد ما اقول واحد قول واحد اقول اثنين سته روح ما بخاطر ما بقول سبعه والله ليش ثلاثة جيبها خليل جيبها بعد وش بصفق لك والله ثلاثة اثنين واحد جو لاتيني بسم الله خمس دوالي اوه قاعد افكر اجويرو نروح لل كارلوس ديفيز ال ستة انا باقي اربع باقي عشر ثواني سهلة صح؟ وايد سهلة
يلا عشان ابراهيم وليونيل ميسي كيف؟ انجليزي دوري انجليزي احنا لازم نحدد اوكي شيف النقطة 5-4 يقلص الفارق صار قريب جدا من خليل ابراهيم ونروح حق السؤال اللي بعده كم اسم لاعب كان من ضمن اول 5 هدافين في كأس العالم من عام 2002 حتى كأس العالم الأخير في قطر تقدر تذكر في 30 ثانية أول 5 هدافين؟ نعم 4 5 6 روح 3-2-1 جو مبابي ليونيل ميسي رونالدو ميروسلاف كلوزي دابور شكر خميس رودريغيز 6 بس صح ولا كم اسم ملعب من بين الدوريات الثلاثة الكبرى إيطاليا إسبانيا إنجليزي تقدر تذكر في 30 ثانية الدوريات 5 الكبرى ثلاثة الكبرى ثلاثة 5 6 7 8 9 10 12 13 يروح 3-2-1 جو المطرب اللي تانا الكامب نو ملعب البرنابيه ملعب الانفيلد ملعب سانتياغو برنابيه ملعب ستانفورد بريدج ملعب ملعب اولد ترافولد ملعب الاتحاد ملعب الارسنال ملعب الاتحاد وملعب ارسنال شنو اسمه الامارات ملعب الامارات ملعب سان سيرو الجوزيبي ميازا ملعب الاولمبيكو ملعب وانتهى الوقت وباقي لك اثنين كانوا باقي لك اثنين كم باقي لك اثنين ليش مصدوم ما وصلت لعدد هو ذكر وايد على باله تخطط استخدم يديك اللي تعال يا ما في حلقه جايه عشان اعطي نصيحه استخدم يديك تحسب روك برنابيو مرتين ليش؟ ملك والله الريال مدريد سيراميكا رامون اي شيء جرس اوكي عندك فار ابراهيم عندك فار خليل سان سيرو جوسيبي ميازا اعطيته بعد واحد اثنين صح السؤال الاول يقول في الدوري الانجليزي هذا الموسم مانشستر سيتي تعاقد مع لاعب من تشيلسي من هو؟ هذا الموسم اللي بيبدا كوفازيتش ايوه 7-5 اصحى يا خليل هذه فوره ترى تقلب الموازين وقت صغير بس لو سمحت حلقه النهايه ما ذكرناش عصير تايم بس يعني اي صح كم فرق صاروا؟ 27 انا المزاد وانا حسبتها ما شاء الله بروحهم على السلطنه السؤال الثاني في الموسم الماضي من دوري ابطال اوروبا من اكثر لاعب صناعه للاهداف في نادي نابولي؟ قريب فارس خيليا ايوه فارس خيليا يا اخي خمسه السؤال اللي بعده يقول في في كاس العالم الاخير في قطر من كان متصدر مجموعه بلجيكا المغرب اوه ايوه 9-5 مظلوم انت هو معلق على كاس العالم يعني لا ماخذ المغرب مباراه انت بصراحه الدوري الاوروبي الموسم الماضي اذكر احد اطراف النهائي روما روما مش بيني روما يا رجل انا ليش ما ضغطت صح انت مش خسران شيء اضغط من هو اكثر لاعب اسباني صناعه للاهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا ابراهيم تشافي صحيح 30 صناعه 30 10-6 10-6 10-6 السؤال اللي بعده في الدوري الاسباني الموسم الماضي الانديه التي هبطت هم التشي وبلد الوليد ومن اختم شيء قبل خاطر اي واحد يضغط خاطر شيء يحذف لك اسم 5-4 قادش خطا 4-3-2-1 اسبانيول ايوه برافو كفو عليك والله كفو عليك برافو يا زلمه فينيسيوس قاعد اقول لهم
بلنسيا 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 هذا لك بلنسيا هذا ويانا بالنهائيات روح ذاكر عنه انا انسحب وخلي واحد من اثنين يروح. السؤال اللي بعده والاخير ببغرة الجرس، من اللاعب المنتقى الحديث من نادي ليستر سيتي الى توتنهام؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ماديسون. ايوه هذا شوف كذي بهت لك فرشت لك ماديسون. وفقرة الجرس تصير باكتساح لخليل البلوشي. ندخل فقرة التعويض. هو لاعب حالي بدأ مسيرته في تشيلسي، فيتسيل هولندي، ديربي كاونتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد حاليا. ماونت. ايوه يا ولد يا ولد يا ولد. اوكي 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 وي كان دو ات. فما حاجه فما حاجه فما حاجه فما حاجه. رهيب. هو لاعب حالي بدا مسيرته في اتلتيكو مدريد، ريال ريال مايوركا، الميريا، اتلتيكو مدريد، ارسنال حاليا. بارتي. ايوه توماس بارتي بكل هدوء. كذا انتهت حلقتنا اليوم بتفوق خليل البلوشي. نسمع خليل البلوشي. استاهل استاهل خليل استاهل. ثلاثة اثنين. الله يا خليل عطنا الكاس. والله استاهل. ابيك تشيل يا خليل. تعال شيل تعال. ايوه 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 ايوه. حطوا تعليق عصام. يلا يلا ابو سروال معانا معانا نشيل. يلا معانا نشيل. شيل 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 يا بلاوي. نشكر النوفلي على حضورك. نقول او شيء هارد لك خلاص المايك امسكه بيدك. يلا 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 امسكه بيدك خلاص بيني مشكله. ابراهيم مشكور. ترى انت تعتبر اكتشاف في السلطنه عن طريق محمد النوفلي وابو مشاري خليل. مشكور على حضورك وهارد لك حقيقي. الف شكر لكم ولكل الطاقم انت ومساعد والشباب الحاضرين هنا. نورتونا اول شيء في الخريف واتمنى انكم تستمتعوا بين اهلكم وناسكم وبلدكم الثاني. الله يخليك حبيبي. وانا كان لي الشرف حقيقي اني اتنافس مع قامات كبيره في الكره العمانيه، محمد النوفلي مع خليل البلوشي والصور عماد الحسني. وبصراحه ما توقعت اني اقاري لحد هذه المرحله. خبرة السنين خبرة السنين. وانا اليوم بنام سعيد ان اللي هزمني خليل البلوشي. الله يخليك يا خليل. الله يخليك. النهايه يا خليل. النهايه يا خليل. النهايه يا خليل. محمد النوفلي ايضا انت مشكور على حضورك. نورتنا. جزاكم الله خير. خلاص بيرفع راسي علينا. ابو مشاري مبروك ممثل سلطنة عمان. ايه اشرب العصير كيفك. حتى وقت التتويج اشرب العصير ما عندنا اي مشكلة. شعار السلطنة وخليل البلوشي مسؤولية كبيرة على خليل. قول لنا كونك انت ختام البطولات العربية وراح ان شاء الله تشرفنا بالكويت في شهر 9. اول شيء شكرا للطاقم لان احنا دائما يعني اللي صحيح. في الصورة هم اللي يطلعوا بشكل اكبر. صحيح. فلازم نعرف ان خلف البرنامج ونجاح البرنامج واعتقد ان مساعد ذكرت هذا الموضوع اكثر من كثير فيستحقون حقيقة. اسمع صوتي لهم. عبدي وعبد الرحمن ومحمد. شغل كبير حقيقة يستاهلون عليه التحية والتقدير. ثانيا شكرا مساعد. شكرا على الفكرة. شكرا على الصراع الكبير من اجل نجاحها وتطورها ووصولها. اليوم ما نمشي في اي مكان الا عندنا ما شاء الله الصغير قبل الكبير يعرف شنو تحدي. الثلاثين شكرا على مجهودك الكبير. اللفة هذه على مستوى دول الوطن العربي أيضا لها أثر كبير جدا في نفوس الجميع. جمعنا إن شاء الله راح يكون على حسب ما يعلن سابقا. أنا ما أدري وين راح يكون التجمع بس غالبا الكويت. إن شاء الله راح يكون بالكويت. رد علينا التلفون. أنا شيء رد على التلفون. لا إذا وقت الموسم حاضر. إن شاء الله. يعطيكم العافية على حضورك السلطنة. بالعكس أتشرف. ونشوفكم إن شاء الله في الكويت. هذا الختام. شكرا.